اولا انا جيت مسرور الحضور لهذا المنتدى الرياضي ديال الاعلام، فكنظن منتدى اللي حاضرين فيه تقريبا إلا بغينا نقولوا تلت جينيراسيون، كاين جينيراسيون قديمه ديال الاعلاميين، كاين الجداد دي جون. هذا شرف كبير كنت باش نحضر هذا المنتدى اللي ظهر للوجود، ونتمنى انه يكون في يعاون الرياضه بصفه عامه، وخاصه كره القدم لانه محتاج لهذا المنتدى هذا. ونتمنى ان شاء الله ان المسؤولين عليه انهم يتوفقوا، وكما كتلاحظوا فكاين جميع تقريبا الاعلاميين كثار، وكذلك بعض المدربين، وكذلك بعض المسؤولين. فنتمنى ان شاء الله المسيره موفقه للمسؤولين في هذا المنتدى.